يقال ان اللي مش عايز يروح للدكتور ياكل تفاحه كل يوم، بس ما تقالش تفاحه خضراء ولا صفراء ولا حمراء ولا لونها ايه. ده موسم حصاد التفاح في امريكا الجنوبيه، فاللي بيتفرج على الفيديو وخد باله من حاجه يكتب لنا في التعليقات. كل الناس اللي بتتفرج صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. Thank you.